محمد برضو اروح للجانب الاخر، انت النادي الاهلي اشتراك ب 80,000 جنيه على ما اعتقد بالزبط. من شربين. من شربين. اشرح لنا الموقف كان ازاي والدنيا ازاي ومشت ازاي والامور مشيت ازاي. هو انا كنت بلعب مباراه ففي سمسار لعيبه اتفرج عليا فجاب لي قال لي انا ممكن اوديك عرضين، كان جايب لي الاهلي والزمالك. اوكي. فهو كلم والدي فوالدي قال له على طول اختار الاهلي. فروحت اختبارات مع كابتن احمد سراج قعدت اسبوعين وبعد كده النادي اتحرك يعني وخدوني من هناك من شربين. وجابوك. بالظبط. ومن ساعتها بقى بتلعب في قطاع الناشئين في النادي الاهلي. اعتقد فارق كبير. ووالدك اختار الاهلي اهلاويه يعني البيت عندكم كله اهلاويه. فعشان كده اخترتوا النادي الاهلي. بالظبط. مظبوط؟ مظبوط. طيب قطاع الناشئين والفارق اللي انت كنت بتقوله ما بين النادي الاهلي وما بين اي قطاع ناشئين اخر. طبعا النادي الاهلي غير اي نادي في مصر عامه ومن احسن النوادي في افريقيا. ويعني الواحد كان هناك في شربين كان عايش حياه ثانيه، ولما راح النادي شاف اجواء كتيره ومختلفه عن اللي كان في هناك في شربين. ايه هي الاجواء؟ ما الناس بتحب تسمع الاجواء يعني في شربين. طبعا طبعا الامور مختلفه عن النادي الاهلي وقطاع الناشئين هنا غير قطاع الناشئين هنا وكل ده، ولكن الناس بتحب تسمع الحكاوي دي والامور دي، لان انت في يوم من الايام لما تبقى موجود وتبقى نجم في النادي الاهلي وتبقى لاعب كبير في الفريق الاول او بتلعب في اوروبا الناس كلها هتشاور على زي محمد صلاح كده. محمد صلاح ما بيجي يتكلم بنتكلم على نجريك مش بنتكلم على مقاولين اكتر يعني. بالظبط. هو لما كنت في شربين كان الالتزام يعني ما كانش زي ما جيت النادي الاهلي. وهنا جيت القاهره يعني بعيد عن اهلي واصحابي وكل الناس يعني، وبس هو ده الفرق. ان انت هنا قاعد مع متغرب عنه. بس النادي الاهلي اعتقد ما عاملين لك اصحابك بقى بتقعدوا مع بعض وكلكم قاعدين مع بعض كنا قاعد في الاستراحه. نعم في استراحه النادي. اما الاستراحه دي خلي بالك دلوقتي الاستراحه دي زمان كانت امور تانية خالص. دلوقتي الوضع اختلف بقى افضل بكتير جدا جدا. تطور الايام التطور الدائم اللي بيعمله النادي الاهلي خلال هذه الفتره في قطاع الناشئين. طيب